أنا في الحقيقة طبعا مثل ما تفضل بعض الإخوان، التعديلات أو أي تشريع يجب أن لا يكون هناك ردة فعل في نفس الوقت، يجب أيضا أن هذا التشريع وهذا التعديل يخدم المستقبل. إحنا ما ندري يمكن في هناك أوبئة جديدة، أمراض جديدة لا سمح الله مستقبلا، فيجب أن التشريعات تخدم أيضا المستقبل. أنا قاعد أشوف بالنسبة للقرامة، يعني جزاهم الله خير هم يعني نزلوا القرامة، ولكن أيضا قاعد أقارن بعض دول مجلس التعاون، يعني حتى 50 دينار دكتور أحمد، يعني في ظل الظروف وخاصة اللي يعني أنت عارف الوضع، خاصة المتقاعدين وبعض الأسر الكويتية رواتبهم يعني ضعيفة جدا، لذلك بعض الدول يعني بما يقارب حاطة 5 دنانير. يعني قاعد أشوف الآن الجدول اللي تفضلت فيه، فأنا أتمنى أيضا أن اللجنة أن تنزل من 50 إلى 5 دنانير، وخاصة أنه يعني الأمر أمر صلح. موضوع الـ أن نحدد بس وزارة الصحة، يمكن يسبقوني أيضا الإخوان جزاهم الله خير، فعلا يعني خل المكان مفتوح، يعني ليش نحدد بس أن الضبطية تكون بس في وزارة الصحة والأماكن اللي تابعة لها، وهذه راح تسبب إشكالية. يعني قد يكون أن لما تقول في وزارة الصحة والأماكن اللي تابعة لها، شنو الأماكن اللي تابعة لها؟ قد يكون هناك باكر أيضا بعد يكون هناك مرفق تابع وزارة الصحة برا بالمواقف غيره، فراح تسبب إشكالية بين من هو سيمنح الضبطية القضائية وبين المخالف. لذلك يعني يجب أن يكون المكان في كل الأماكن المفتوحة. موضوع تحديد من هم الأشخاص أو الجهات التي سوف تمنح الضبطية، هذا أمر مهم. يعني هناك جهات كل جهة لها يعني ضبطية القضايا، مثل ما تفضل الإخوان، الجمارك، الداخلية، البلدية، فيجب أن نكون واضحين في تحديد من هي الجهات التي سوف تمنح أيضا الضبطية القضائية، حتى لا تكون الأمور مفتوحة على مصراعيها والكل باكر. أنت عارف البلد، الكل يبي أيضا ياخذ هذه الصفة، وأيضا هناك يعني راح تدش في مشاكل موضوع العلاوات وغيره. لذلك أتمنى أن تحدد الجهات الضبطية القضائية.